بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في مقدمة المؤلف رحمه الله وحديثه عن حال الناس قبل الإسلام وبيانه الصراط المستقيم، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه. كان أبوه حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم، حتى ضرب به المثل، والطائي لأنه من جبل طيء المعروف، وكان سيدا على قومه. فلما مات صار ابنه عدي مكانه، فأخذ السيادة على قومه على ما كان من جهليات وما كان من عادات ورسوم في الجاهلية، أخذها وقام مقام أبيه في السيادة. فلما ذهبت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل طيء ونصرهم الله، هرب عدي إلى الشام خشية على نفسه. وكان في السبي أخته، كان في السبي أخت عدي بنت حاتم، فجيء بها إلى المدينة، وكانت كبيرة السن وكانت حكيمة وعاقلة، فطلبت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمح لها بالمقابلة، فأخبرته أنها كبيرة السن وليس بها من خدمة، وأن تطلب من الرسول أن يمن عليها، فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقها. ثم أرسلت إلى أخيها في الشام تطلب منه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وتخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقابل السيئة بالسيئة، وأنه يعفو ويصفح، وأذهبت الخوف الذي في قلب أخيها عدي بن حاتم حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن دخل عليه وهو بين أصحابه في المسجد فقالوا له هذا عدي بن حاتم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وذهب به إلى بيته. بينما هم في الطريق صادفتهم امرأة ومعها صبي، فأخذت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحت به ناحية تسأله وهو يجيبها، فقال عدي في نفسه إن هذا ليس بملك صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا ليس بملك، هذا الذي يتواضع، هذا التواضع مع امرأة تأخذ بيده ويقبل عليها وتسأله ويجيبها، هذا ليس بملك وإنما هو رسول. فذهب معه، هذه واحدة، ذهب معه إلى البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وسادة وأجلس عديا عليها تكريمة له، وهذه مسألة ثانية أيضا أثرت في نفسية عدي رضي الله عنه. ثم جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار: أتفر من أن تقول لا إله إلا الله؟ وهل تعلم أن هناك إلها حقا غير الله سبحانه وتعالى؟ قال لا، إلى آخر ما جاء في المحاورة التي نقرأها مرة ثانية. قال ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا؟ ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء تفر منه؟ إنما جاء بلا إله إلا الله، وأنت تقر بلا إله إلا الله. نعم. ولا يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. لا أحد يستطيع أن يقول إن هناك إلها حقا، وإلا الآلهة كثيرة لكنها باطلة. نعم. لكن الإله الحق، ما ليس هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال قلت لا، ثم تكلم ساعة، ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر، يعني أعطاه المهلة بعد أن ألقى عليها هذه المجادلة، أعطاه المهلة ليتروى، ثم عاد إليه مرة ثانية. نعم. قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله، يفرك يعني يحملك على الفرار، يعني يحملك على الفرار من رسول الله، النداء بالله أكبر لكل صلاة، وهل تعلم شيئا أكبر من الله عز وجل؟ قال لا أكبر من الله عز وجل. نعم. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. اليهود مغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، غضب الله عليهم لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. نعم. وإن النصارى ضلال. وإن النصارى ضلال لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، ولا تقبل العبادة إذا كانت على غير علم وعلى غير بصيرة. نعم. قال فقلت فإني حنيف مسلم، فرأيت وجهه ينبسط فرحا. أعلن إسلامه رضي الله عنه، إنني حنيف، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، مسلم منقاد لله عز وجل، فلذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤخذ منه فوائد عظيمة: أولا العناية بالرؤساء ودعوتهم إلى الله، لأنهم إذا أسلموا هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا. ثانيا فيه إنزال الناس منازلهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل عديا بالحفاوة والإكرام مما أثر في نفسه. ثالثا فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في هذا المقطع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله أسئلة
لا بد أن يجيب بالحق ولا يحيد. سأله: هل هناك إله حق غير الله؟ قال: لا. قال: هل هناك أكبر من الله؟ قال: لا. ثم إن عدي رضي الله عنه أعلن إسلامه، لأنه قد انقطعت حجته، تبين له الحق. وهذه طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، تكون بالجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أخبره أنه سيقدم على قوم علماء يحتاجون إلى استعداد، يحتاجون إلى مناظرة، ليسوا مثل العوام والجهال، فإنهم يحتاجون إلى مناظرة وإلى جدال. ومن لهم غير معاذ رضي الله عنه؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث. قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود. نعم، اليهود كانوا يسخرون من: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب، شوف أهل الكتاب ويسخرون من الصلاة، من الصلاة: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ نحن نؤمن بما عندنا وبما عندكم، كله من عند الله عز وجل، فلماذا تسخرون منا؟ إلا أن آمنا بالله، هل الإيمان بالله يسخر من صاحبه؟ وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل والكتب وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون. يعني الذي ينبغي أنه يلام ويعاتب أنتم، لأنكم أهل فسق. أما نحن فآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأما أنتم فإنكم فاسقون، لأنكم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل على الرسل، فأنتم الفسقة الخارجون. والفسق معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم إن الله جل وعلا رد عليهم ردا مفحما وبين مواقعهم وما هم عليه مما لا ينكرونه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك الذي زعمتم أنه فينا وهو ليس فينا؟ بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، والذين لعنهم الله هم اليهود الذين حرفوا وبدلوا وغيروا، لعنهم الله. ما هم كل اليهود، لكن الذين حرفوا وبدلوا وغيروا. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. لكن عتاتهم وطغاتهم هم الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله، فالله جل وعلا غضب عليهم ومسخهم، جعل منهم القردة والخنازير. وهذا في قضية السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ونصبوا له الشباك واحتالوا على صيده وأخذوه يوم الأحد، استحلوا محارم الله بالحيل. الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير. قلنا لهم: كونوا قردة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والله مسخهم وصاروا قردة وخنازير والعياذ بالله. ومن لعنه الله، هذا أشد شيء، لعنة الله،
لأن من عنده علم ليس كمن ليس عنده علم، فهم عصوا الله على علم وبصيرة فلعنهم الله عز وجل، يعني أبعدهم من رحمته وغضب عليه، وهذا أشد الغضب والعياذ بالله، غضب الله، غضب الله عليهم. لماذا؟ لأن عندهم علم ولم يعملوا به، فهم عصوا الله على بصيرة. ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وفي قراءة وعبد الطاغوت، الطاغوتي وعبد الطاغوتي الذين يعبدون الأصنام كما عبدوا العجل، عبدوا العجل من دون الله عز وجل لما صنعه لهم السامري من الذهب على صورة عجل، عبدوه من دون الله عز وجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، راح يدور ربه وهو عندكم هنا، راح يدور ربه لأن موسى راح للقاء الله عز وجل، قالوا إنه نسي، إنه راح يبحث عن ربه وهو موجود عندكم، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهؤلاء هم الأولى هم الأليق بأن يذموا وأن يستهزأ بهم ويسخر منهم. نعم، الإشارة في قوله تعالى هل تنقمون منا إلا أن آمنا، فيها أن هؤلاء يعيبون المؤمنين بأشرف المنازل وأفضلها، ما في شك، بالإيمان بالله عز وجل جعلوه عيبا لهم، جعلوه عيبا، كذلك أهل الشر يجعلون الخير عيبا وشرا. نعم، لأنها انمسخت أذواقهم فصاروا يعتقدون الخير شرا. من هذا الباب اسمعني، والحق باطلا. نعم، من هذا الباب حفظك الله، أنه أحيانا بعض من لا يفهم الخير يظنه شرا فيعيب أهله به، مثل ما جاء في القرآن ما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله هل تنقمون إنا إلا أن آمنا. أحيانا يقال عنكم، عفوا شيخنا علماء المملكة، نجاكم الله من الخروج وجلستم في خير بلاد ودعوتم إلى الخير جزاكم الله خير، مما ينقم عليكم يقال أن علماءكم لم يخرجوا، ترون هذا عيبا أنتم أو مدحة تحمدون الله عليها؟ يعني هل أفضل لو أنكم خرجتوا وخالطتوا الناس، شفتوا النساء السافرات والمشاكل ينقمون منكم أنكم لم تخرجوا؟ مشكلة علماءكم في السعودية أنهم لم يخرجوا، الخروج أنتم معيبون لأنكم لم تسافروا ولم تخرجوا. الخروج على قسمين، خروج للدعوة والبيان والإرشاد، وهذا واجب وهذا قام به العلماء والله الحمد، فهم يخرجون ويطلعون على المنابر ويظهرون في الندوات والمحاضرات والمساجد والمحافل وبينون للناس الحق، هذا خروج شرعي. أما النوع الثاني والخروج وهو للميوعة وتمتيع الأنظار بالفسق والمناظر الخبيثة من غير إنكار ومن غير يعني أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فهذا الخروج برأ الله منه العلماء، فالعلماء يترفعون عن هذا الخروج الذي فيه الميوعة والانسياح وإقرار المنكر وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل العلماء في حاجة أن يخرجوا ليروا الناس ليعطوا فتاوى تناسب الناس أو يعلموا الناس بالحق ليحملوهم عليه؟ كما ذكرنا العلماء يخرجون الخروج الشرعي الذي فيه الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس، تعليم الناس الشريعة، هذا العلماء يخرجون في المساجد وفي المنابر وفي الندوات وفي المحافل وفي كل مجال فيه مجال للدعوة إلى الله، ما اختفوا ولا تستروا، لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون من العلماء أن يندمجوا في المجتمع الفاسد وأن لا يتشددوا وأن لا يتعصبوا بزعمهم، يكونون مرنين، هذا قصدهم، يكونون مرنين مع أهل الباطل، لا ينكرون عليهم ولا ويعتبرونهم من البشرية، هم من البشرية الفاسدة، نعم بشرية لكن فاسدة، العلماء يترفعون عن أنهم يندمجون مع أهل الباطل ومع أهل الشر بدون إنكار وبدون بيان وبدون، هم لا يريدون هذا، يريدون لا نبين ولا ننصح بل نندمج معهم ونكون مرنين، والدين يقولون الدين يسر وسماحة، يفسرون اليسر والسماحة بهذا التفسير الخاطئ، إن معناه إن نترك الناس ولا ونقول الناس أحرار
وكلهم يعبرون عن رأيهم وعن حريتهم وعن كذا وكذا. بئست الحرية وبئست الآراء، هذه تهلكهم قبل غيرهم. فنحن نبين لهم لأجل أن ننقذهم من هذه الورطات ومن هذه الهلكات. نعم، بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. نعم، أعيد الآية. في سياق حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: فإن اليهود مغضوب عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دل كتاب الله على هذا المعنى، فذكر الآية الأولى من المائدة، ثم قال: وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية في سياق أعمال المنافقين. نعم، في سياق أعمال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأن في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. هؤلاء هم المنافقون، علامتهم أنهم يوالون الكفار، يتولونهم، يحبونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم على المسلمين. تولوا قوما يعني أيدوهم وناصروهم. في أول الآيات يقول: ألم ترى إلى الذين نافقوا ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، هذه مناصرة، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم يتولونهم بهذا، يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. فهذه موالاة مع أنهم يدعون أنهم مؤمنون. فهذا دليل على كذبهم في هذه الدعوة. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، من هم؟ اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، فهم يهود. تولوا قوما غضب الله عليهم، فدل على أن اليهود مغضوب عليهم، وأن المراد بقوله غير المغضوب عليهم هم اليهود ومن سار في ركابهم. نعم. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هذه عقوبة لهم، لما غضب الله عليهم ولعنهم ضربهم بهذه العقوبة بالذلة، ضربهم الله بالذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فاليهود لا يظهرون إلا بأمرين: إما بإظهار الله لهم للابتلاء والامتحان، وإما بنصر من الناس يؤيدونهم. والواقع هو الحاصل الآن، أن اليهود ما ظهروا إلا على أكتاف النصارى، على أكتاف المسيحيين اللي يسمون أنفسهم بالمسيحيين، فهم ما ظهروا بأنفسهم وإنما أظهرهم النصارى واعتمدوا على النصارى. فهذا مصداق قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. لكن لا يستمر ظهورهم، لا يستمر، بل يضمحل. وقد سلط الله عليهم على مدار التاريخ الجبابرة: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ظهر عليهم بخت نصر في الأول، وكما قصه الله في أول سورة الإسراء ودمرهم تدميرا، ثم ظهر عليهم فرعون كما في مصر، وكما حصل من فرعون معهم: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم لولا أن الله بعث موسى عليه الصلاة والسلام فأنقذهم الله به. لكن لم يتبعوا موسى وحرفوا وبدلوا، فعادت عليهم اللعنة والغضب. وسلط عليهم في الوقت الأخير الألمان قيادة هتلر، وماذا صنع بهم مما لا يزالون يذكرونه، وسينزل الله بهم بأسه في آخر الزمان على يد المسلمين كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اليهودي يختبي وراء الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نعم.
قال: وذكر في آل عمران قوله: وباءوا بغضب من الله. وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. نعم، وذكر في سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله. باءوا يعني رجعوا بغضب من الله. فكل هذه الآيات تدل على أن المغضوب عليهم هم اليهود، هم اليهود. لماذا؟ لأنهم عصوا الله على بصيرة، وهم علماء يعرفون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. في الجاهلية يقولون: سيبعث نبي فنقاتلكم، يقولون لأعدائهم: سيبعث نبي فنقاتلكم معه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، رجعوا بغضبين والعياذ بالله، غضب على غضب. لماذا؟ لأنهم بدلوا وغيروا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الله عليهم. فهذا كله أدلة على أن المغضوب عليهم في المذكورون في سورة الفاتحة أنهم اليهود. نعم، لكن يدخل معهم من اتصف بصفتهم من عصى على علم، ما هو هذا خاص بهم. نعم. كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مثلهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. تحدث الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في بيان الجملة الأخيرة من الحديث أن النصارى هم الضلال، وذكر إثبات ذلك من القرآن، وهذا ندعو إن شاء الله إلى لقائنا القادم لنهاية لقائنا هذا. في ختام هذا اللقاء نشكر لكم مستمعينا الكرام متابعتكم واهتمامكم، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ويجعله حجة لنا لا علينا، كما نشكر لشيخنا الشيخ صالح بن وزان الفوزان ما تكرم به. وهذه تحية من مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.